مرحبا مشاهدينا الكرام. بعد ما صار العالم قرية صغيرة فحتى نوع العلاقات تغيرت، فصار من الطبيعي أن الرجل يكون عنده صديقة مقربة والنساء أيضا. السؤال اليوم يقول: راح تقبلين أن زوجك يكون عنده صديقة مقربة وراح تعرفين شلون تتعاملين وياها أو تحبين تعرفين عليها؟ فخلينا نشوف آراء البنات في هذا الموضوع. خليكم يعني. قبل لا يتزوجك ايه عادي انهي علاقتها بها. ممكن تكون مثل اخته يعني؟ لا ماكو شيء مثل اخته. هل انت رافضه الموضوع جمله وتفصيل؟ طبعا.